أحلزة. ولدي حمزة ولا هو هذا ما تسمع؟ بالله تمشي نشوف اش شيتي. آيا نعم بابا، ماك بدا تتكلم ولا راهي ما سمعتكش؟ ما عليناش، أبيت نسخرك فين؟ أبيت تمشي تجيب لنا الحوت من المارشي. واخا والله إلا حتى أنا لقيتيني مشهي، واش نجيب الكرافيت ولا الكلامار؟ أنا ضوي جيب السرتير قالك الكلامار والكرافيت ونسيت. ودربنا كامل كياكل غير السردين، ونهار كيجيبوا شي حوت اخر كتيبوا له قدام باب الدار، بس زعما يقول لك شوفونا احنا جبنا حوت مغاير على السردين. ثم سيروا راه المغرب كامل كياكل السردين، وكتبوا علينا واحد الحاجه قال لك فيه فيتامين، لا فيه الحديد. فين هو الحديد؟ اي صحاك واش انا تنبزلوم هنا؟ انا راه كنعرف الحديد هو الرونج ولا المرسيدس، اما السردين كيبقى السردين داير 260 ريال الكيلو غادي للفقراء. بابا انا كيفك الهضره بزاف، راه تبقى كتهضر تلقى الحوت سالا في المارشي. يلا سير بغي يجري جيبو باش تطيبو لنا ماماك. انا بقى والو الدور. صافي صافي انا غنمشي تهدى. يلا انا شحال نجيب كيلو ونص ياك؟ يلا راني جاي. A few moments later. هاد مسخوط كاع ما دا الفلوس تاني، ما عرفتش انا اش متلفو وباقي صغير، ما عنده لا احمد لا محمد. سنا نصونيل شانت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الجيل هذا ما خلانا حنا ما نديرو. لا والله ما شدا كل شدا كنت بسربع شير. والله صاحبي قطعة من عندي ولادي بنار. عندي تدي اجري حدايا ونعطيك واحد الحل زويون ما تخممش. عندي شوف انا كان طهت لي مع الوالي، عطيك واحد الحل ما تبقى تشكرني عليه حياتك كامله. بغيتي تمشي بغيتي تمشي شي عكير انا عندكم في الدار ندير الدم هنا وفي الجهه فهمتي، ولا غادي تعطيو لي الشفاره وخشوا لي الديريكت وفرقوا لي سنين وبداو لي التليفون والفلوس. صافي بقى نقول لك من بقيتي نتاحي هذاك هو الفضل وهادشي اللي كاين. سير تمنى لك حظ موفق ياك. شكرا بزاف الله يحفظك يا خويا. وصافي انا دابا غندير هادشي ان شاء الله. يلا الله يعاونك. ماماتي انا عمه بنتي نسرين واخويا حمزه نجي يجيب الحوت، وعيطي لي وقولي لي يجيبو منقي. واخا ولكن بغيت ندوي معاك فواحد الموضوع. فاش باغا تدوي معايا بنتي؟ وراه خويا حمزه نسى تليفونو. نسى تليفونو؟ واش لقيتي فيه؟ ولقيتو كيدوي مع ستة البنات وجوج مراوات. اويلي حي بصح والله ما نكذب عليك، اليوم نقليه مع داك الحوت. وعندك ماما تقولي لي انا اللي قلت لك؟ لا لا ما غنقوليش انت، غتهني انا غنقولها لباه هو اللي غيتفاهم معاه. صافي هكاك احسن، بابا هو اللي غيعرفني. سيري يا بنتي الله يرضي عليك. يلا مشات سيري غسلي هذوك المواعن اللي خليتهم لك في الكوزين. عاوتاني المواعن؟ ايوا سيري سيري ما تكونيش بحال خوك وخليهم حتى الليل ونجمع كلشي. راه قال لك الجنه تحت اقدام الامهات. ايوا انت قلتيها ماما، تحت اقدام الامهات ماشي في لافابو ديال المواعن. اش قلتي؟ لا لا والو والو. يلا سيري سيري راه جافيلو اوني راهما تما. واخا واخا شي ديا كاع كيولاو جافيلو اوني يشد ليا فيهم يا عمر تيصحابو بحال شد مع بوشعيب. اوف بابا انعم ولدي هذاك دم. دم شكون دار فيك هكاك؟ وتلقاو لي الشفاره وراه الفلوس كاع ما ديتيهم والتليفون نسيتي. وتلقاو لي الشفاره وداو لي التليفون والفلوس اللي عطيتيني باش نتقدى بهم. من الصباح تنصون عبيد نقول لك الفلوس نسيتيهم وتلقى تليفونك باقي في الدار، علاش تكذب؟ لا لا ما كذبتش، تعلمتي الكذوب ها؟ اجو